عندها ذهب ولم تلبسه منذ سنتين. الثانية الذي عندها ذهب، فالذهب المعد للاستعمال مجموعة كبيرة من أهل العلم قالوا بأن الزكاة غير واجبة فيه، الذهب المعد للاستعمال. ولو على كل حال ما يعني ما لبسه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكنه في الواقع ليس معدا لا للتجارة وليس معدا للادخار لأجل النفقة منه وليس معدا للإجارة. فطالما أنه معد للاستعمال إلا أنه ما جاء الوقت المناسب لاستعماله فلا زكاة عليه، حسب ما اتجه إلى ذلك مجموعة كبيرة من أهل العلم، وقال بذلك خمسة من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك أختها أسماء، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر. كل هؤلاء الخمسة من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجمعون على أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والله أعلم.